ليش طيب؟ أنا كن سبحان الله ما عندهم ما يعرفون شيء اسمه دين ذا. يا أخي العلاقة مع رب العالمين تراها تعطيك نفسية غير طبيعية، تعطيك يعني. أنا أعرف لي واحد معروف وطبعا هنا في السعودية أكثر شيء، رجال ما شاء الله تبارك الله في خير على طول العمر، مر وقف عند إشارة، هو طبعا يعاني من غسل الكلى. الله أكبر. جعل ربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، والله يردهم بصحة وعافية. فكان يعاني من غسل الكلى، مر شاف عامل. إيه. العامل حق النظافة سلم عليه هو يضحك. إيه. افتر على سواقه، قال يا أخي إلا هو دمع، قال إيش فيك؟ قال يا أخي أنا أشتري دمعة العامل دي بفلوسي. من ذوقك ما إيه. هو الرجال يعاني. مع سواق هو الرجال. إيه. أيوه. يعني من غسل كلى والرجال فلوس عنده فلوس الدنيا ما شاء الله بخير. سو التفت كذا لقى العامل سلم عليه، العامل سلم عليه ما هو منفس مسلم عليه يضحك. عرفت هذا قام دمعت عينه اللي في الفشل كلوي. اي قال يا اخي انا ودي اشتري بسمه العامل ذا بفلوسي كلها، لو ان ادري ان فلوسي تجيب بسمته. عرفت ترى الصحه شيء يا ولد عظيم، ولا يحس بها ولا تعجب ولا يحس بها الا الرجل اللي فقدها. صدقت. أقسم بالله. عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، يحسدونك عليها الناس يغبونك عليها، الصحة والفراغ. صحة ووقت فاضي تنغبن عليها. بعض الأحيان الناس يعني بعض الأحيان يكون واحد مشغول درجة ما يقدر يسوي شيء، مثلا ما يقدر يسوي أشياء ترفيهية كمان. حس الله والله العظيم. لكن شوف احنا عندنا مشكلة برضه، مشكلة التعامل مع العمالة هذه. شوف أقسم بالله العظيم هذه ترى تكلمت فيها ولقيت عرجك في سنابي أول. كنت والله العظيم انا ماني بصور في سناب وذا بوس راس العامل ولا حب راسه معناته انه رياء قدام الناس. لا والله العظيم يا اخي كذا احب انا، ما هو معناته اني يا اخي حتى انت نفسيا تنبسط. والله العظيم طحنا مره العامل ضحكت معه قمت العب معه ذا ستانس يحس انه بينه هلا. ترى علمك حاجه، جيت الجامعه مره والله العظيم اني جيت بدري وجوعان، انا احب الفطور، انا اعشق اسم الفطور عشق افطر لا ما يمديني الحق مدين كنت تدريب اروح الجامعه، ومر على الجامعه الا في اربع باكستانيين مع اثنين هلود مع في المجموعه مختلطه عمال حق النظافه وحق الترتيب جالسين على الارض. تخيلت انا الجلسه هذه جالسين على الارض على الله يكرمك الرصيف، حاطين كرتون وحاطين تميس وفول بس وعصير. السلام عليكم مريت صباح صباح الخير. قال مدير اكل والله العظيم والله العظيم اني قلت يا ولد انا مشتهي الاكل خاف اكثر علي الاكل برضو ما بردهم في خاطرهم انهم يدعونك وانا مرسم وابغى جاعه ترسيم تشتم بنفسك. جلست لو شفت منظرهم يوم اني جيت مجلس ايش سووا فرش تخيل ارض امسح الارض كذا بديه قلت والله ما تمسح. رفعت ثوبي جلست على الارض والله العظيم جالس اكل كذا تخيل اكل تحس كيفكم تسوون يقطعونك مصدمين مصدمين كيف واحد ولد بلد ياكل معنا تميس وفول وجالس على الارض ليه يعني؟ يحسبون انهم متشبرين. اكل المدير قال انت اكل اول. والله العظيم صرت امر امر بعض الاحيان الجامعه بعض الاحيان مدير السلام عليكم خلاص قدك الصديق هو مدير ارتاح نفسيا ارتاح ايش ينفعك كبر كبر يلا سلطان صحيح حتى لو اخطا عامل في حقك اشوف لو حتى اخطا كل ابونا خطاون خطاون خير الخطاون التوبوا بعضهم لا يقول ليه يخطي لا يا رجال العمال شوف مدري يا اخي هذا فيها اكيد عاده ما هي بزينه هذا اكيد فيه عاده ما هي بزينه يا اخي عادي حتى لو كان مسلم اي ما بتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضره يحط لك يمكن اشواك والسلام ومدري ايش في طريقه يا ذي فقدها الرسول اللهم صل وسلم شوف الرحمه كيف شوف رحمه الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد المضره حقت الاشواك قالوا وين قالوا مريض راح زاره هو يهودي وضره هذا عامل يخدمك ونخطا يا اخي لا وخل ما هو بيخدمك الا متغرب من اهله ومخلي اهله وجايك ومسكين ويدور الرزق وتقطع عليه رزقه احنا بدلتنا احنا بدلتنا بدلتنا هنا بعدين عنها ما لها في ايام كيف شعورنا كيف اللي سنوات هو عايش على اهله بعيد ويكرف ويتعب ويلا يحصل بعض الناس يغبون على قولتهم يجون المحطات يعبون بنزين يطقون ياكلها العامل ذا اللي مسكين هذا اللي شلت تغبى صراحه اقسم بالله اني ذاك يوم في المحطه كيف يرضى بالحلال بالحرام؟ تعال عندنا سالفه الله يبارك الله عندنا موضوع عندنا موضوع مهم يا عيال ذاك اليوم جيت محطه يا عيال محطه
وقف من قاسان وقف عنده وعبي بنزين اللي الربع العامل تكون كنه فيه العبرة منفس إيه منفس وفيه عبرة. قلت كيف حالك صديق وأنا أضحك حالك كويس؟ قال الحمد لله كويس. قلت إيش فيه؟ قال يا خذا ليه نفراتي نفر عبي بنزين يمشي ليه نفراتي يجي عبي بنزين يمشي يقول ليش لازم نتكلم عن التعامل مع العمالة وصارت موقف عرفت وصار لي موقف أنا بالمحطة شيء عبي بنزين وأضحك مع العامل دائما مر عليه أقسم بالله يا عيال إن أكيد كل واحد فينا تجيه أيام ما يكون معه فلوس صح أو إنه يبي صراف ما في صراف المحطة أقسم بالله قلت له ما فلوس أدفع عنك أي والله أدفعها يا عيال من يعني احترامي معه أحب أحترمه وأقدر هذا عرفت وأضحك معه دائما جيت ذاك اليوم بعبي بنزين صرافة طبعا خربانة حقت المحطة قلت صديق أنا مستحي منه قلت صديق هذا صرافة خربانة يبغى عبي بنزين ولا أنا يمشي أنت قلت بجيب فلوس بعدين يبغى أنت قلت أنا يبغى 10 بس وصل المحطة ثانية عبي بنزين بعدين قال لي أوكي ما يمشي يعبي لي 10 واروح اقسم بالله يمديت اعود عليه ادفع له ادفعها قال له تدفعها يقول مدي ما في يدفع صايع علي ما في يدفعها عرفت من الاحترام ما شاء الله عليه ها يعني اي بعض العمال ترى والله محترم يا عيال صح بس مشكلتنا في ناس يخربون علينا اوكي بعض العمال والله العظيم انه يا ولد في احترام وتقدير انت ودك توصل حاجه مثلا يوم اجل بقاله مثلا باخذ منها اغراض تقول يا محمد سجلها بجيك حلو بعضهم ما عاد يذهب ما عاد يجي حلو هذا مشكله اما انك مثلا كذا تيجي ترجع له وتعطيه تعطيه الثقه كذا يا سلام لو تجي تطلب منه وش مو مسألة بدر بس الله لو تقول عينك الحق احنا نتكلم مو الثقه نتكلم في التعامل مع العمال التعامل هذه بعد ما اخذ وسائلك يعني هذه بعد ما بعلمك يعني بشكل اصح ولا مقطع في واردك يا ساير يعلم الله يعلم الله يعني لما انك تقابله يا اخي بضحكه بأسلوب زين حتى وأنت يا رجال عندك هموم يا أخي عنده أهم من همومك هو جاي أساسا يا دوب وش راتبه وش يكفيه ما نقول كامل يا الله أنت يا ماجد ما نقول أنه حنا كاملين الكامل الله سبحانه هذه بس أقول لكم حاجة نوعي بعض يعني صدق والله أني ألاحظ أن أكثر أغلب الشباب اللي إحنا اللي يمرون علي وأنا والله محدثكم والله نعامل بعض الأجانب معاملة غريب كأنك غريب تعامل غريب إيه بس إنه معاملة مجحفة يعني فيها ما هو فيها 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 مو معاملة بإحسان لا ما هذا والله شف يراه بطبقة والله عنه طبقة أقل من السلام كل ما تسوي سوى فيك ترى يعني أنت الحين سويت في العامل ده هو فوقه واحد أذكر زميلي حمدي أذكر زميلي حمدي الفريدي مسوي من الحربي سلم عليه والله إن ذاك الرجال طيب الله يوفقك يا حمدي إذا كنت تسمعنا سلم عليه والله مسوي له مقطع في الإنستغرام كان في إندونيسيا وصوره هو زميلنا فكان معاملة المقطع كان المقطع عبارة عن انه كان له عنده سواق في اندونيسيا وكان طريقته خطأ معه فهمت؟ ايه وبغى ينجلد والله هناك شفت الفيديو حلو صراحة اي فمثل ما تعمل بكرة بيعمل بس صح هذا اللي كنت بيوصله يمكن بكرة يمكن تصير انت عندي انهاك حتى ما صرت الدنيا يوم القيامة بياخذ حقك يمكن بكرة طول العمر كلمة بمشي انا كلمة بمشي عند محمد الحاري ايه الرجال طالب من رجال حق نبه عبش بالحق رامي عليهم عقاله طلبني اروح والله العظيم ما ردي بغير رامي عليهم عقاله ويطلبهم في شيله رمى العقال وراح طلبت فيش انهم رموا عقاله ولا هو طالبهم انا مهم من يطلب انا مهم من يطلب همي حذفت عقاله الرجال مش هو علمني لا 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 ايش اسمه ساير ما ساير هو اللي يشجعهم على هذا الموضوع رمى عقاله في ذمتك رمى قاله على الرجال هذا الرجال هذا مو فاضي انا ما همني الشيء مشغول ابو زيده حط ظهر ابو زيده طيب عطني يا ابو معيض علمك وانا بعلمك السالفه أيوة. عطنا علمك وخلي يطلع علمه ونحكم يلا نحكم بالعدل استريح استريح علمك يا ذيبان استريح الله يبلشك والله انا نفسي قاعد اخوان انا ما عندي بس عطى علمك يا ابو ناصر انا رحمت الرجال يا اخوان اجلس لحالك والله انك فسلان استريح استريح علمتكم علمنا عطنا علم من اول اخر جيت قلت زي ما علمت الله الله زي ما علمت ايوه ما انا عارف ايوه جينا طال عمرك وطالما مرت ما عليك الرجال ان شاء الله بيعطونك الحق اسمع يبركوا للحق كان اسمع سؤال ما ضحك وقلت يا رجال ابغى اهداء ما انا عارف قال خلاص بعطيك اهداء ابشر بس سعد قال ابشر بس سعد ايه هل انت من؟ انت يا ماجد وش اسمه؟ ايه وحسن حسن بيضا وجه اعطانا الاهداء حلو لكن المشكله عند العسيري ايه هذا الطلب الاول ما نفذه ايه. والثاني انا قال رجال قلت له جيتك فون طيب يا ابو ما جلسنا هناك ما ولا شفناه ولا حتى حطينا عيننا بعينه كنترول دقيقه
كلامكم انتم يا ابو معير ما حصل اني تعرف او ما يحتاج تعرفني ما يحتاج ساير ما حصل كلام ده ما شفت له ما